تنقول انه انا بصحتهم وراحتهم فرحانين بهم. هما نقدروا نقولوا ماشي بوحدهم اللي كاينين، المغرب راه فيه بزاف من هاد الكوب اللي بزاف ديال الكوب اللي كيتقاتلوا حتى هما وكيجاهدوا في هاد الوقت وهاد الحياه. فمن ابسط الامور اللي غنديروا حنا كفنانات قبل يعني كفنانات ومغربيات انا نشوف نفرحوا معاهم، زعما شنو غيزيدنا وشنو غيزيدهم، حنا غير فرحانين هاد الليله ما كاين والو. صراحه كادو ما خديتش لهم كادو لانه صافا باش نقدر نجي اليوم كان صعب جدا لانه جيت معطله وانتم شاهدين عندنا ارتباطات بزاف هاد الايام وكان خصني نكون في دار بيضاء، لكن سرينا انه صافا نكونوا قد كلمتنا ونجلسوا ونحضروا معاهم. قطعنا معاهم الوعد في امريكا كنظن وبغيت نكون قد كلمتي ونكون حاضره غنغنيو لهم اغنيتنا داني وديت والله ما خليته، يمكن هديه اليوم وليله الحنه. وليله الحنه يعني كاين هدايا كثيرين اللي قبلوا بينا. شنو جديد ان شاء الله؟ قريبا انا وهنا كنوجدوا تريو مع بعزيه صاحبتي. هي ماشي فكره والده الساعه، لانه هذه الاغنيه هذه ولا هذا التريو هذا كنا دوينا عليه هذه شي عامين تقريبا نقدروا نقولوا، بس كنا كنعرفها من مده طويله. فكنقول كنحضر القعده ديال النزهه ديال العيالات في مراكش مع جمعيه نساء مراكش عزيزه بوجريده، فتعرفت على بعزيه وقلنا علاش لا نديروا اغنيه بثلاثه بينا تجينا زوينه. بعزيه كندوي عليك اميمه، عليك الهضره كندوي عليك، اجي 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 الهضره عليك دخل في وسط الموضوع. الزين ديالي صافا هما صحاباتي. قولي لهم استحضرنا الفكره ديال الاغنيه ديالنا. ها هما العرس كانت مناسبة ديال عاشوراء وعجبتهم النزاهة ديال عاشوراء مرأسها عزيزة بوجريدة اللي هي نائبة رئيس مجلس جهة مراكش ورئيسة ديال جمعية نساء مراكش، هي اللي كانت مديرة داك المجمع ديال نساء مراكش، وجاو البنات وشافوا داك الشيء وعجبهم وعجبهم الحال وداروا لي ضيافة في الدار عندهم ورحبوا بيا الله يكبر بهم وداز لينا ما اقترحنا اننا نديرو فيديو كليب مجموعين على داكشي ديال زمان. وانت شغلك؟ تعطي الله غنكونوا جينا ولبسناهم عزلناهم. هادشي وجهو كويغونت، جينا كزوينه زوينات، جينا زوينات. وحنا زوينات بلا ماكياج بلا والو. غنقول لهم مباركم سعود، اهم حاجه السعاده واهم حاجه كاع المغاربه نفرحوا بهم، فالفرحه راه قلت لك ما كتبع ما كتشرى وما كيخسر واحد والو الا فرح مع الاخر. حنا اليوم كنا كفنانين جينا نفرحوا، ما بغينا والو، بغينا غنفرحوا الحمد لله. معنا عزيزه بوجريده، عزيزه رئيسه ديال جمعيه نساء مراكش. شكرا. كلمه الف مبروك للعروسين والله يكمل عليهم بخير، نتمنى لهم التوفيق، نتمنى التوفيق لصفاء وهناء واميمه بعزيه. انت معنا هي مولات الفكره هي مولات كل شيء.